وعودة إلى الشأن السوداني، حيث يتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين. وتتوافد الحافلات التي تقل الوافدين وسط استمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات، خاصة الخدمة الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين وذوي الجنسيات الأخرى. وللمتابعة ينضم إلينا من أسوان مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، صف لنا الأوضاع لديك. نعم إيمان، بعد التحية، لازالت الجهود المصرية مستمرة في تقديم كل الخدمات المختلفة للوافدين السودانيين عبر معبري قسطل ومدينة أبو سمبل، وأيضا التواصل المستمر مع المنظمات الدولية المختلفة لتقديم دعمها الوافدين السودانيين عبر المعبرين. يعني لعل آخر هذه الخدمات ما ذكرتموه فيما يتعلق بالممر الإنساني، أنشأته برنامج التنسيق لتوفير عديد من المساعدات، نتحدث عن 50 طن من المساعدات لوادي حلفة، وبالتالي برنامج الأغذية العالمي يكون قد قدم أكثر من 800 طن من المساعدات والإمدادات الطبية والغذائية المختلفة، بالإضافة إلى الجهود المصرية التي تتم في تقديم كل الخدمات في كل المحطات التي يتوافد عليها الشعب السوداني، خاصة يعني أن مصر قدمت أكثر من 300 طن أيضا من المساعدات والخدمات الطبية المختلفة. بما صرح السفير سامح شكري وزير الخارجية، ونتحدث على أن المعبرين ومصر استقبلت حتى الآن ما يقرب من ربع مليون وافد من السودانيين والرعاية الأجانب، وتسهيل أيضا إجلاء 10,000 أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية في القنصليات، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية المتعلقة بتوفير حافلات تنقل السودانيين من خلال معبري قسطل وأرقين. مصر إليها في مثل هذه الظروف، خاصة أن مصر اليوم تحتفل باليوم العالمي للاجئين، وحسبما ذكر بيان وزارة الخارجية بأن مصر تفتح أبوابها لكل من يلجأ إليها في ظل الظروف والأزمات التي تكون في بعض الدول للبحث عن ملاذ آمن والبحث عن حياة كريمة، وتجدد مصر أيضا تأكيدها في التعاون والتنسيق مع المنظمات المعنية بشؤون اللاجئين، وأيضا تقديم الدعم والمساعدة وتسهيل عمل هذه المنظمات لتقديم كل التسهيلات للوافدين أو حتى كل من يلجأ إلى مصر. وكما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مصر ستظل يعني ملاذا آمنا لكل من يعني توجه إليها وقصد مصر في التوجه والاستقرار بها، وهذا ما يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما بأن مصر تستقبل كل أشقائها وترحب بكل من يعني تحدث لديهم بعض الأزمات، فمصر ترحب بكل الأشقاء. نعم، أشكرك. وتقدم لهم كل وأيضا الخدمات الخاصة بالتعليم والصحة، وأيضا يعني دمجهم في المجتمع المصري وتمتعهم بكل الحقوق. أشكرك جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من أسوان.